وسط حضور جماهيري كبير وواسع. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يفتتح فعاليات مهرجان ليالي الصيف المقام بطريق الشط في العاصمة طرابلس. هذا الجمهور اللي كان فرحان جداً وسعيد بنشاطات ترفيهية زي هذه، يعني على الأقل صغيرة في وين يلعبوا، في متنفس وبراح يفرغوا فيه طاقتهم، وخاصة تو عطلة الصيف والمدارس مسكرة، أولياء الأمور على الأقل يلقوا مكان يرفعوا فيه صغيرتهم. في جزء آخر من هذا الجمهور اللي كان حاضر افتتاح فعاليات مهرجان ليالي الصيف ما كانش راضي أبداً على فعاليات زي هذه، ولا كان راضي على الحكومة في خطوة زي هذه. هو مش من باب انكد، ولا هو من باب إن ليبيا ما تستاهلش، وإنما كان من مبدأ اقتصادي بحت. كيف وعلاش؟ يعني على سبيل المثال، في ناس تقول إن الحكومة صرفت في مهرجان ليالي الصيف ما يقدر بأربعة مليون دينار. الجهة الأخرى المصارف ما فيهاش سيولة، البلاد جافة، ركود اقتصادي، ما فيهاش ولا ربع جنيه. باهي أنا مواطن نبي نسحب مرتبه، من وين نبي نسحبه؟ كان المصارف ما فيهاش سيولة. لا، هذه مش مشكلتي، مشكلتك أنت كمواطن. تقدر تمشي للسوق السوداء تشري دولار وتبيعه، وبالطريقة هذه تتحصل على سيولة. شفتوا الموضوع سهل وبسيط، ما فيش أي إشكالية، ترى أنتوا تبوا تكبروا المواضيع. بح خلونا من السيولة ومن الركود الاقتصادي ومن إن البلاد جافة. على بعد 45 كيلومتر من العاصمة طرابلس في صوت ينادي ويجهش بالبكاء، بينما طرابلس تحتفل بليالي الصيف، مدينة الزاوية تحتفل بليالي السود. كل يوم مدينة الزاوية تعيش قتل، خطف، تعذيب، إخفاء قسري، والقائمة طويلة ما نبيش نكد عليكم. لو الحكومة الليبية صرفت المبلغ زي هذا، زي ما قالوا 4 مليون دينار صرفتهم في السيولة ووفرت بها سيولة في المصارف، والمواطن على الأقل يلقى باش يأكل ويشرب وباش يعبي بنزينته، كان أحسن. أو خلينا نقوله نصف القيمة باش ما يزعلش منها حد. لو كانت نصف القيمة هدية توفرت في المصارف ونصف الآخر في النشاطات الترفيهية، كان على الأقل المواطن متحصل على سيولة وما فيش ركود اقتصادي وما فيش جفاف، وعلى الأقل كان أحد المواطنين اللي كان يبي يزوج ولد عمه ما كناش نقولوا له البلاد ما فيهاش فلوس، فلوس اللي تحت الزليز نخلوهم تحت الزليز، ما نطلعوهمش إلا وقت النشاطات الترفيهية. ما حكومتنا تحب الترفيه.